سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته إخوة المشاهدين والمتابعين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأمني أمن الوطن. في حلقتنا لهذه الليلة نستعرض وإياكم أبرز النجاحات والأنشطة التي حققتها قيادة وزارة الداخلية مع الوحدات والأجهزة الأمنية خلال الأسبوع الماضي في مختلف المحافظات والمناطق اليمنية المحررة. فأهلا ومرحبا بالجميع. هنا يهتف المجد للأوفياء حرصاً من وزارة الداخلية بالجمهورية اليمنية لتعزيز بيئة عمل توفر الخدمات بصورة سهلة وميسرة وإيجاد بيئة تقنية متوافقة مع رؤية الوزارة وتسهل عملية التواصل الخارجي مع المواطنين والتواصل الداخلي لمنتسبيها. عملت الوزارة على تطوير العمل في البوابة الإلكترونية عبر إنشاء خدمات جديدة ونوافذ موحدة تخدم احتياجات الزوار من المواطنين وتطلعات منتسبي الوزارة. تم إنجاز المرحلة الأولى من خطة تطوير البوابة من خلال عكس هوية الوزارة في تصميم تفاعلي أكثر ديناميكية يواكب العصر عن طريق توفير أحدث التقنيات لتصبح أكثر تنظيما ومرونة وتوفير الوقت للوصول السريع للخدمات وفق الأجهزة المتاحة للمستخدمين. ويجري العمل على تطوير البوابة لتضم جميع الخدمات التي تقدمها مصالح وفروع الوزارة بالمحافظات التي تخدم المواطن في الداخل والخارج وكذا الوافدين والزوار لبلادنا. امسح الكود للدخول للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية اليمنية. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو الخلود ويسقي الزمن. عام من الإنجازات والنجاحات الأمنية الكبيرة التي حققتها قيادة قطاع الخدمات المدنية في وزارة الداخلية. في الفقرة التالية نتعرف وإياكم عن تلك النجاحات والإنجازات الكبيرة. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو الخلود ويسقي الزمن. إنجازات خدمية مدنية تحققت لوزارة الداخلية رغم كل الصعوبات والمعوقات التي تسببتها الميليشيات الكهنوتية الحوثية، حيث أصدرت وزارة الداخلية تقريرا عن إنجاز قطاع الخدمات المدنية للعام الماضي 2022 معززا بالإنجازات والأنشطة والإحصائيات التفصيلية للمصالح التابعة للقطاع في المحافظات المحررة التي تشمل الأحوال المدنية والسجل المدني والهجرة والجوازات والجنسية والتأهيل والإصلاح والدفاع المدني. قطاع الخدمات المدنية في وزارة الداخلية لا شك أن الجميع يدرك بأن وزارة الداخلية قيادة وزارة الداخلية تمثل في عدة قطاعات ومن ضمنها قطاع الخدمات المدنية الذي احنا مسؤولين عليه بشكل مباشر. حقيقة القطاع شهد عمل ونشاط كبير وملموس خلال العام الماضي 2022 في تقديم الخدمات للمواطنين من خلال المصالح التابعة للقطاع، والمصالح التابعة للقطاع هي أربع مصالح. أولها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، ومصلحة التأهيل والإصلاح بين قوسين السجون، ومصلحة الدفاع المدني. شهدت المصالح الأربع في العام الماضي إنجاز كثير من الخدمات للمواطنين. مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أصدرت في العام الماضي أكثر من نصف مليون وثيقة، بينما تواصلت جهود مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في العام الماضي عبر فروعها في المحافظات المحررة بالداخل والسفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج، حيث أصدرت أكثر من مليوني جواز سفر، كما بلغ عدد الواصلين والمغادرين من اليمنيين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية قرابة مليوني شخص، والأجانب أكثر من 333 ألف شخص، بينما سجلت مصلحة الدفاع المدني في العام الفائت 513 حالة حرائق نتج عنها 13 حالة وفاة وثمان إصابات. كل هذه الجهود وكل هذه الأنشاط الذي تم فيها العام الماضي لا شك أننا نتقدم كلمة شكر وتقدير لمعالي الأخ الوزير
الركن إبراهيم علي حيدان وزير الداخلية لما يوليه لقطاع الخدمات المدنية من نشاط وجهد ولتحسين خدمات هذا القطاع بشكل عام. أيضا لا ننسى الشكر والكبير للأخوة رؤساء المصالح والوكلاء والمديرين في المحافظة في المحافظات المحررة القائمين على هذه المصالح وعلى عملهم وعلى نشاطهم، ونتمنى إن شاء الله أيضا أن يكون في العام الجاي هذا العام الجديد 2023 أن يشهد القطاع نشاط ملموس أكثر حيوية سيما، وقطاع الخدمات المدنية مهتم وملامس لخدمات المواطنين سواء كان في مصلحة الأحوال المدنية بطائق وشارة بلاس، سواء كان في الهجرة والجوازات، وسواء كان في 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 السجون أو في الدفاع المدني، فهو قطاع حيوي ملامس لمهام المواطنين بشكل عام. نشد على أيدي الأخوة رؤساء المصالح على العمل الدؤوب وعلى النشاط المستمر والمتواصل حتى نقدم أفضل خدمات للمواطنين ونمثل صورة جيدة وصورة كويسة لخدمة هذا المواطن سيما، والشعار الشرطة هو الشرطة في خدمة الشعب. استطاع قطاع الخدمات المدنية من القيام بأدواره ومهامه على أفضل صورة وبذل مزيدا من الجهود لرؤساء ووكلاء ومدري عموم وموظفي المصلحة وفروعها في المحافظات المحررة خلال العام المنصرم، وتقديم خدماتهم بصورة مشرفة وميسرة للمواطنين، وتحقيقا لتطلعات الوزارة التي رفعت شعار الإنسان أولا. دشنت قيادة شرطة الأمن في وادي حضرموت العام التدريبي والقتالي والعمليات الجديد 2023 بتخرج دفعة أمنية جديدة ستكون رافدا أمنيا للمحافظة. في الميادين يصنع الأبطال، الأبطال الذين يدافعون عن الدين والعرض والأرض والكرامة، حيث تخرجت دفعة جديدة من أبناء حضرموت لشرطة الدوريات وأمن الطرقات بوادي وصحراء حضرموت، أطلق عليها دفعة الاستجداد، تأتي مع تدشين العام التدريبي لعام 2023 للميلاد للأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء. اليوم شهدنا حفل تدشين العام التدريبي لقوة الأمن والشرطة، وكذا تخريج فرقة من قوة أمن الطرق، والحقيقة رأينا حفلا رائعا شمل كل التدريبات العسكرية التي تدل على انضباط القوة، وكذلك تدريبات على فنون القتال، وايضا استعراض من رمزي بعض القوى الرمزيه من كل وحدات الامن. نشدوا على ايدي الاخوه في الامن، ونهدف جميعا الى تحقيق ترسيخ الامن في ربوع الوادي والصحراء، هذا هو الهدف المشترك، سنسعى جميعا لتحقيقه ولتقديم كافه سبل الدعم للوصول الى هذا المبتغى. بفضل هؤلاء الابطال الذين تصببوا عرقا في ميادين التدريب ليوفروا قطرة دم في ميادين القتال، بالانضباط والربط واللياقة العالية والمهارات القتالية والتكتيك العسكري الذي لا يتوفر إلا في ظروف تدريبية عاشها الأبطال خلال هذه الدورة، وهو الهدف الذي سعت إليه جاهدة القيادة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت. تطح فرصة لتدريب الشباب من أبناء حضرموت الوادي والصحراء لكي يقوموا بمحاربة الجريمة ويعكسوا صورة إيجابية على أرض الواقع، وهذا إن شاء الله تكون بإذن الله دورات مستمرة لكي نرفع من الجاهزية في أمن الوادي والصحراء. معانا هذه الدورة دورة استجدادية، قوة الدورة 144 فرد. استعرضت في الحفل المهارات القتالية التي نفذها الأبطال بجاهزية عالية واحترافية تامة، حيث شهد عرضا عسكريا رمزيا للوحدات الأمنية من قوات الأمن الخاصة وشرطة الدوريات وأمن الطرق والمستجدين وشرطة السير وأمن المطار والأمن العام. الجاهزية القتالية تلقينا خلال 45 يوما تدريبات عالية ومهارات قتالية
وتحولنا من الحياة المدنية للحياة العسكرية. وإن شاء الله تلقون حال خروجنا للميدان تلتمسون الأمن والأمان إلى كل المواطنين. الوحدات الأمنية بوادي وصحراء حضرموت تواصل جهودها ورفع مستوى الجاهزية والانضباط لجنودها استعدادا لتنفيذ المهام في مختلف الظروف والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وادي وصحراء حضرموت. الأمن والشرطة في خدمة المواطن. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو القلوب ويسري الزمن. لم تترك ميليشيا الحوثي الإرهابية شيئا في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلا وأمعنت في التغلغل إليه والاستحواذ عليه. ولعل من أبرز جرائم تلك العصابة الفاشية التي برزت مؤخرا باص الاختطافات وموسم تكميم الأفواه. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو القلوب ويسري. ايوه انا لقيت حاجتكم كم جابر ده الهمج بعد خلص. بغتة يهجمون ومن داخل حافلة سوداء معكسة ينقضون بكل سرعة على ضحيتهم. ليس هذا مقطعا من فيلم أكشن، بل ميليشيا الحوثي التي ورغم سيطرتها على العاصمة صنعاء واحتلالها للعديد من المدن تختطف ناشطا إعلاميا لطالما كان في السابق مسبحا بحمدها مشيدا بقبضتها محرضا كل من ينتقد سياساتها. وحينما ضاق به الحال وأراد أن يصدق لمرة واحدة ويعبر عن واقع الناس خرج ليشرح ما يقوله الشعب عن فساد الأنصار ولصوصيتهم وهمجيتهم. حينما فعل ذلك أرسلوا له ذلك الباص وتلك العصابة في ليلة مظلمة لا قمر فيها لتنجز مهمة إسكاته وتكميم فمه وإخفائه بعيدا في مكان لا يمكن لأهله أو أقربائه أن يعرفوا له قرار. هكذا تبدو الميليشيا رغم محاولتها التستر بأجهزة الدولة ورغم نهبها لكل مقدراتها ورغم جهودها الحثيثة في تصوير نفسها سلطة تحكم بالقانون، لكنها تنكشف أمام مناصريها عند أول امتحان فتظهر بصورتها الحقيقية الفاضحة والواضحة. ميليشيات وعصابات فقط لا تستطيع أن تخرج من هذه العباءة مهما تكون الأحوال ومهما تختلف الظروف. الناس كلهم بيشكوا منكم يا أنصار الله، الناس كلهم بيشكوا منكم يا حويث، بيشكوا منكم كل اليمنيين، بيشكوا منكم أنا ما زرت، كل الناس بيشكوا منكم. لم يقف الأمر عند حد اختطاف الناشط أحمد حجر، بل وصل وبنفس السيناريو إلى اختطاف كل من تضامن معه وطالب بمسامحته والعفو عنه من الناشطين الآخرين كمصطفى المومري وأحمد علاو وغيرهم. ضاقت الناس بأحوالها، ولما عبر بعض الناشطين عن أوضاع الجوع وعن الموظفين الذين يعملون بدون رواتب لسنوات جرى إخفاؤهم
ودبرت لهم المؤامرات واتهموا بأقذع التهم وطعن في شرفهم وأعراضهم وكال لهم إعلام الحوثي كل البذاءات وألصق بهم كل سوء. مرتزقة أصحاب الزنانير المخفية خادمو العدوان بائعو العرض والأرض وكل مسبة يتحاشى المرء أن يلفظها بلسانه أو حتى يلمح بها تلميحا. هي ذاتها هذه الجماعة التي خرج زعيمها الحوثي يتحدث عن مطالب الحرية وإلغاء الجرعة تمهيدا لانقلابه المشؤوم، رافعا شعار الإمام علي: عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يشهر سيفه. وفي عهدها من نادى وطالب براتبه أو لقمة يسد بها رمق أولاده وضعوه في الزنازين وعذبوه وأحالوا حياته جحيما. وفي الخارج سلطوا عليه أصحاب العمامات في المساجد وشذاذ الآفاق من على شاشات التلفزة أو من الراديو، ممارسات تعبر عن تكوين الجماعة العصاباتي وتعدد رؤسائها من نافذين ومتسلطين لا تجمعهم قيادة ولا تديرهم منظومة واحدة، وهو ما يفاقم الخطر الذي يمكن أن يتعرض له كل من يصرخ تعبيرا عن جوعه أو مطالبا بحقوقه الإنسانية البسيطة. لكن ومع كل ما تظهره الجماعة من قمع وتنكير وبطش وما تبديه من عنجهية وتسلط، لن يسكت هذا الشعب الأبي ولن يرضى بالذل مهما تجبر هؤلاء ومهما تعالوا وعاثوا في الأرض فسادا، بل سيأتي اليوم الذي يقتلعون فيه هذا الشر من جذوره. الإرهاب آفة تصيب العديد من البلدان وتقتل العديد من الأبرياء. تزرع الجماعات الإرهابية ثقافة التطرف بين أوساط الشباب، تحفزهم أيضا على ترك ديارهم وإلحاقهم في الجماعات المتطرفة. معظم الضحايا التي تستهدفهم تلك الجماعات هم من الأبرياء، مما يستدعي تضافر كل الجهود للحد من هذه الآفة الخطيرة. الإرهاب عدو الأجيال. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو الخلود ويسري الزمن. آثار سلبية تنعكس على حياة الفرد والمجتمع نتيجة قيادة الدراجات النارية لصغار السن في أغلب المحافظات اليمنية، علاوة على الأضرار الكبيرة التي تخلفها تلك الظاهرة. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو الخلود ويسري الزمن. تعد الدراجات النارية وسيلة نقل ومصدر رزق لكثير من اليمنيين لخفة حركتها وسرعة تنقلها بين الأزقة والأحياء السكنية، فكثير يستطيع أن يمتلكها لسعرها المعقول والمقدور عليه عكس السيارات وغيرها من وسائل النقل والتنقل الداخلي. لسرعة حركة الدراجات النارية وخفة وزنها استطاع صغار السن قيادتها دون الالتزام لقواعد وحركة السير، فكثر الاستخدام السيء لقيادتها ما تسبب في كثير من الحوادث المرورية والتي نتج عنها عاهات جسدية وفقدان إحدى أعضاء الجسد أو جروحا خطرة دائمة إذا ما تسببت في إزهاق أنفس بريئة. بالنسبة لقيادة الدراجات لصغار السن، أول شيء هو يعتمد على الأهل، كيف يعني واحد بيروح بيجيب لابنه دراجة، ابنه قاصر صغير في السن ما يخاف عليه، وبعدين الأمن، هو دائما التربية قبل كل شيء. نحن في الأمور اللي مع هذه نضبط كثير، بس كم بتضبط أنت؟ كم بتضبط وكم؟ لكن هم الأهل اللي هم الأساس في الموضوع بخصوص الدراجات، وإن شاء الله الآن في إجراءات بالنسبة لهم، في إجراءات حتى من ضمنها موضوع خوذة الرأس أنها تركب، لأنه أسبوع دي أكثر من أربعة في العناية المركزة بسبب دهس بسيط يجيلك على رصيف على رأسه، كيف ضروري بيتأثر. تعود الأسباب السيئة لقيادة الدراجات النارية
عدم بلوغ الأولاد سن قيادة المركبات ودون الخبرة بمعرفة السير وأساسيات قيادتها، إضافة إلى تسهيل أرباب الأسر وعدم مبالاتهم بتعليم أبنائهم إرشادات المرور، وخاصة في ظل ازدحام الشوارع بمختلف أنواع المركبات وضعف صيانتها من الحفر وتعبيدها، بما يعكر صفو المارة للطريق. الدراجات النارية هي تسبب حوادث عنيفة وراحت منها ضحايا من السواقة العنيفة هذه، ولا يعني وراحت ناس يعني من السواقة هذه يوم يسوقون بسرعة الحوادث الخطيرة هذه، وراحت ناس واللي انكسرت رجله واللي انكسرت يده واللي وهذا، ولا بعض الأحيان تجيك واحد مسرع وطب له عاقبة صغير وراحت فيها ناس، يعني هذا ما يصير. إن هذه الدبابات إنها تودي إلى مشاكل كبيرة، يوصل الشخص لأنه يوصل ابنه ولا أي شخص من أولاده إلى أماكن بعيدة بسبب حوادث الدبابات ويخسر مبالغ. فهذه الدبابات نريد أنها تتغير موضتها إلى مثل ما نشوف في عدن وفي غير مناطق محافظات اليمن، نريد أن يكون كرسي مع الدباب من شان الاغتيالات ولا غيرها ولا الحوادث هذه. نريد أن التواصل الاجتماعي يتابع في هذه الأمور، والدبابات هي خطيرة أول شيء قبل كل شيء، هي خطيرة والله، ومن ضمنهم شباب كثيرين عندنا أخواننا يعني يوصلون إلى كسر عمود فقري ولا يوصل له كسر رجل ولا يوصل له أمور يعني خطيرة. طبعا بالنسبة لقيادة الدراجات النارية بالنسبة لصغار السن موضوع خطير شوية، وهذا سببه غالبا يكون انفلات يعني من وعدم تركيز من الأهل، فتلاقي أطفال صغار يسوقون وبتهور كبير يعني. والسبب الثاني برضه يعود إنه ما في رقابة من المرور، يعني المفروض إن المرور يراقب هذه الأمور ويفرض حاجات قرارات صارمة تكون للسواقة يعني للبالغين أقل حاجة يعني. كثير من أرباب المواصلات الأخرى يشكون من قيادة الأولاد للدراجات النارية ما تسبب في كثير من الحوادث المرورية مع القيادة المتهورة أو أدنى معرفة بقواعد السير أو إرشادات المرور، إضافة إلى الاستخدام السيء للدراجات من حيث السرعة الجنونية والمرور بطرق خاطئة معاكسة للطريق العام. أنشطة وفعاليات ونجاحات أمنية كبيرة حققتها قيادة وزارة الداخلية مع الوحدات والأجهزة الأمنية المختلفة. في الفقرة التالية نتابع وإياكم أبرز تلك الأنشطة والفعاليات التي تحققت خلال الأسبوع الماضي. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو القلوب ويسر الزمن. التقى وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير في العاصمة الإماراتية أبوظبي كلا على حدة مع وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر، ووكيل وزارة الداخلية المصري رئيس الوفد المصري اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، والمدير العام للأمن الوقائي الموريتاني رئيس الوفد الموريتاني الفريق بسجاور سيدي. وجاءت اللقاءات على هامش مشاركة بلادنا في المؤتمر 46 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي بدأت أعماله اليوم وتستمر يومين في أبوظبي، بوفد ترأسه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد الأمير. وجرى خلال اللقاءات مناقشة مجمل القضايا الأمنية العامة والقضايا المشتركة في بلادنا والدول الشقيقة منها السودان ومصر وموريتانيا، كما تم التأكيد على أهمية تكاتف الجهود العربية المشتركة بين الجهات والأجهزة الأمنية العربية لتحقيق الأهداف المنشودة في مكافحة الجرائم والإرهاب وتهريب المخدرات وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا والمنطقة العربية.
شاركت وزارة الداخلية ضمن وفد بلادنا اليوم في الدورة الرابعة المنعقدة في فيينا باجتماع اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، وشاركت في الدورة التي عقدت بشكل مزدوج حضوريا وافتراضيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبمشاركة عدد من المنظمات الدولية والأكاديميين. ومثل بلادنا حضوريا سفير بلادنا لدى النمسا ورئيس البعثة الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية السفير هيثم شجاع الدين والسكرتير الأول للبعثة الدائمة السيد سلمان المارش، فيما شارك بشكل افتراضي كلا من المفتش العام بوزارة الداخلية أستاذ مكافحة جرائم تقنية المعلومات اللواء الركن الدكتور فائز غلاب ومدير تقنية المعلومات بمكتب وزير الداخلية المقدم مهندس كنعان التميمي كممثلين لوزارة الداخلية. ناقش لقاء عقد في العاصمة المؤقتة عدن ضم عددا من مدراء عموم الإدارات بوزارة الداخلية ومدير عام شرطة محافظة عدن اللواء الركن مطهر الشعيبي الأوضاع العامة في شرطة عدن واحتياجاتها اللازمة لأداء مهامها بالشكل المطلوب. وتطرق اللقاء إلى أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه سير عمل الإدارات والأقسام والأجهزة الأمنية التابعة لشرطة عدن والسبل والحلول والمعالجات المناسبة التي من شأنها الإسهام في تجاوزها والتغلب عليها. تسلمت خفر السواحل اليمنية قطاع البحر العربي فرع المهرة الأربعاء الماضي زعيمة تهريب السلاح التي ضبطت من قبل سفينة البحرية الأمريكية العاملة في المنطقة تحت قيادة الأسطول الخامس الأمريكي وعلى متنها 6 مهربين يمنيين في المياه الدولية بخليج عمان مطلع يناير الجاري. وتمت عملية الضبط في ممر تهريب سلاح معروف بعد قدومهم من إيران متجهين إلى السواحل اليمنية وعلى متنها أكثر من 2000 قطعة سلاح آلي إيكي. شاركت مصلحة خفر السواحل بزورقين من فرع المهرة خلال الفترة من 8 وحتى 9 يناير الجاري في تمرين نسقته قوات الواجب المشتركة بقيادة البحرية البرازيلية المعنية بمكافحة القرصنة البحرية. الدوريات المشتركة نفذت من قبل وحدات بحرية من دول مختلفة ومنها القوة البحرية للاتحاد الأوروبي اليمن وجيبوتي واليابان وجمهورية كوريا في المياه الدولية. وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون وتنسيق الجهود في مجال مكافحة الجريمة البحرية وتعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة الدولية. تمكنت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت من فتح الخط العام بعد قيام مجموعة خارجة عن النظام والقانون بقطعه. وأشارت الشرطة أن مجموعة حاولت إعاقة مرور عدد من القواطر والشاحنات، إلى ذلك فقد ضبطت شرطة ساحل حضرموت الأسبوع الماضي شخصا متعاطيا للمخدرات. وأشارت الشرطة أن الجاني يبلغ من العمر 25 عاما تم ضبطه وهو في حالة سكر. وأثناء تفتيش الجاني عثر بحوزته على مادة الحشيش المخدر إلى جانب مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية. ضبطت شرطة محافظة مأرب مطلوبا أمنيا لشرطة محافظة أبين في قضايا نهب ممتلكات الآخرين. وأوضحت الإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية تلقيها بلاغا مطلع يناير الجاري يتضمن التعميم على متهم في قضية اختفاء سيارتي إسعاف تابعة لمنظمة تاريتاز البولندية. امسح الكود للدخول للبوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية اليمنية. هنا يهتف المجد للأوفياء ويشكو الخلود ويسري الزمن. مشاهدينا الأعزاء، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى مطاف نهاية حلقتنا لهذه الليلة من برنامجكم الأمني أمن الوطن، والتي تنتجه وتعده الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة في وزارة الداخلية. لا يسعنا إلا أن نشكركم على حسن الإصغاء وكرم المتابعة، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة مع مواضيع ونجاحات أمنية جديدة. حتى الملتقى،
تقبلوا خالص تحياتي وطاقم فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.